الشوط اتجاه حسام حسن واللاعب الروسي حسام تمرار هناك اول محاوله ديال المنتخب المصري تواصل اتجاه مدحت عبد الهادي مدحت عبد الهادي كره طويله النبتي يقطع الكرة عند حسن حسن ممتاز اللاعب رازي ممتاز اللاعب رازي كانت هذه قطفة ديال اللاعب أحمد حسن لاعب فريق إسماعيلي غنشاهدوا بالعرض البطيء قطفة قوية ورد فعل جيد للحارس برازي لتحول الكرة للزاوية إفداد ركنية دخل الفرتوت احمد حسن يقدم وبرازي فاللاعبين المصريين يجيدون القذف من بعيد لاعب باقتصاد وبشكل جيد مجيد وطويل اتجاه بصير بصير وهاني رمزي بصير وركنيه ركنيه اذا يقول هاني رمزي يجب التغيير ديالو صافي تغير يمكن طريقة مزوق في مؤخرة قصة فخروج ديال هاني رمزي غادي يشكل ضغط كبير على اللاعبين المصريين لانهم تعرفوا بان هاني رمزي لاعب محترف فريق غير دابريم المانيا وتعتبر من لاعبين جيدين اذا غيتغير لانه لاحظت بان هاني رمزي تيمسك في مؤخرة الساق ديالو حيث ان ياسر رضوان مدحت عبد الهادي مجدي طلبة كرة طويلة اتجاه اللاعب محمد يوسف تمرر اللاعب النيبت صابر بالكل فنية تيحيد الكرة اللاعب فرتوت فرتوت اتجاه حجي 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 تنفذ الحارس يا سلام اللاعب بصير يا سلام اللاعب بصير يا سلام التمريره ديال فرتوت في اتجاه حجي لنفاد بالحارس وتهدي كره اللاعب بصير صلاح الدين بصير والهدف الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي يا سلام يا سلام على بصير بصير كما تألق مع فريق الرجاء البيضاوي في النهائي ديال البطولة العربية الآن تتألق في ملعب القاهرة الدولي بتسجيل الهدف والجمهور المصري صفق على اللاعب بصير خطأ خطأ ديال اللاعب بصير ده مجدي طلبة رقم 12 ولي صلاح الدين في اتجاه اللاعب حسام حسن حسام حسن هذه محاولة غنشاهدوا بالعرض البطيء التمريرة ديال حسام حسن الضربة الرأسية مرت جانبا جانبا وتنشاهد الحارس البرازي وتنشاهد ابراهيم حسن تيجر الحارس البرازي من اللاعبين المشاغبين هو سقط الأرض باش يعطي الحكم إنذار أحد اللاعبين هذو من المسرحيات ديال هذا اللاعب المشاغب كلها بصحيح العبارة مشاغب كثير والحجارة تسقط على اللاعبين المغاربة أقول الحجارة نتمنى من المخرجة وفاء فاضل تعطينا هاد الصور صور ديال الحجارة تساقط على أرضية الملعب في اتجاه اللاعبين المغاربة وعلى الصورة هذا أحد المشاغبين ابراهيم حسن للظهر بالسقوط نتمنى من المراقب النيجيري باتريك يسجل هاد المسائل والنيبت في حوار مع مراقب
المباراة. والجمهور المصري يصرخ على فاروق جعفر وعلى الخطيب، بيقول الخطيب برا برا برا. نبت في حديد مع الحكم الرابع مصطفى ابو قمر. نتمنوا اللقاء، نشاهدوا اللقاء، تسود روح عالية، روح رياضية عالية. وتنشاهد بأن الحكم يطرد الطهر الخلش، ما عرفش لحد الآن، ما عرفتش ما عرفتش. إذن ليتي يخرج هو هو نور الدين نبت. لأنهم ضغطوا على الحكم المصري، قالوا بأن نور الدين نبت ضرب اللاعب حسام حسن، وهذا ليس بصحيح. وتنشاهدوا البرازيل يعطي حجارة كبيرة لأحد اللاعبين. إذا تخرج نور الدين نبت. لاعب كبير نور الدين نبت. بحيث المصريين الكل تعرف اللاعبين المصريين أوقعوه في الفخ. والحكم التونسي طاح في الفخ وتعطي إنذار ورقة حمراء للاعب نور الدين نبت. إبراهيم حسن اللاعب وليد صلاح الدين في السحجية قطع له الكرة. حسام حسن الضغط كله على الدفاع. ممتاز لاعب روسي صابر. صادق خصو يخرج كرة من تما. محمد يوسف حلال معدي وليد، ومعدي وليد، معدي وليد، ويلعبها وانتو مع حسام، يعملها ثاني معاه وديلة الدقيقة، ويروح لياسر رضوان، مجدي تربة، مجدي تربة، ويلعبها لوليد، ويلا وليد، ويلا وليد، ويلا وليد، ولسه الكورة مع وليد، 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 وعايز يعدي لكن يخطفها من قدامه يوسف ويس، لصابر، الظهير الأيمن اللي يلعبها طويلة تروح على طول مجدي تربة. وتروح تاني لوليد اللي بيعمل مجدي طلبة. يلا مجدي، يلا مجدي، يلعب كرة بالعرض حلوة.
مثل الوضع ديالي الان كي تتعلق فيه شيء ما، لان الجمهور كله من وراء ديالي وما تخلينيش نأدي المهمه ديالي. ضربه